بجولة على المواعيد أمسية بتجمع الضحك والرومانسية مع عرض لاف ستوري والفنان مروان خوري ب 8 نيسان الساعة 8:30 المساء بكازينو لبنان. خذني معك على درب بعيدي مطرح ما كنا ولاد صغار ودفي ربيع شمس جديدة ونسيني يومي صرنا كبار نسي يومي صار نفر الفرانكوفونية على الليبانيز هو عنوان لقاء احتفالي بيحيي الاعلام فيني رومي والفنانة تانيا قسيس بكلية العلوم بالجامعة اللبنانية الفرع الثالث اليوم الساعة 9 المساء. موعد ثابت كل يوم ثلاثة مع عرض لأفلام من تنظيم دار النمر، وبكرة موعد مع عرض فيلم بيت بيوت للمخرجة نادين نعوس الساعة 7 المساء إذن بدار النمر ببيروت. بالأساس ما افتح مدرسة لأنه بدي افتح مدرسة لأنه شيء بدمه الواحد بحبه أنا، يعني التعليم والتربية والهيدا شغلي أنا بحبها كثير، هيدا اللي خليني هيدا. وبحس حالي يعني انه بحس حالي بكل شيء فيني بالمدرسه. في حبلي بطيخ. الى الامسيات الفنيه وتحديدا من تياترو فردان بقدم الفنان جورج نعمه امسيه يوم السبت المقبل ب 31 الشهر الساعه 10. إلى الأجواء الطربية أمسية طرب وأغاني من الزمن الجميل مع الفنان ملهم خلف يوم الأربعاء المقبل ب 28 الشهر الساعة 9 بلنا وبيروت. للسنة الخامسة على التوالي عم بيتم تنظيم المعرض اللبناني للعملات والطوابع يلي بيجذب كل محبي وهو تجميع العملات ب 21 و 22 نيسان ببلدية سن الفيل من الساعة 3 لغاية الساعة 10 المساء. حفل غدا خيري بعنوان ست الحبايب بدعوة من جمعية أجيالنا لمناسبة عيد الأم بمركز الجمعية ببيروت بكرة الثلاثاء الساعة 1 الظهر. عرض سمعي بصري للمؤلف الموسيقي كنان عظمي مع الموسيقي السوري الأرمني كيفورك مراد اليوم الساعة 8 المساء بالأسمبلي هول بالأيوبي. بخبر أخير بتدعي رعية القديسة تائلة البوار لحضور ريسيتال على أنغام القيامة مع المرنم توني حرب والمرنمة سنة عبود والفرقة الموسيقية بقيادة الأب أنطوان سلامة يوم الأربعاء 28 الشهر الساعة 7:30 بكنيسة القديسة تائلة.
هيدا اذا كانت جولة على ابرز واقرب المواعيد. جوال بنرجع لعندك لحتى نشوف حركة السير. معنا المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، أكيد معه رح نطلع على وضع الطرقات، وبعتقد اليوم التنين مثل كل نهار تنين بيكون عجقة. مرحبا جوزيف. صباح الخير. مزبوط عجقة؟ إيه؟ إيه مزبوط، اليوم في عنا عجقة. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، عنا حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية. نعم. مثل ما مبين قدامنا يعني من فوق الجسر وعلى التقاطع وبقلب النفق أكيد. أوكي. كولا. من الكولا كمان مكملة حركة سير كثيفة باتجاه نفق سليم سليم وصولا للوسط التجاري. نعم. أما حركة سير ناشطة من مدخل الشرق من الجمهور باتجاه اليرزة كمان لنادي صدر رئيس أمين لحود من السيادة، عم تكون حركة سير كمان ناشطة. عنا على آخر الجسر آخر الأوتوستراد عنا حركة سير كثيفة باتجاه الكارنتينا، كان في عنا تعطل لافان هو اللي أثر على الحركة. أوكي. أما حركة سير كمان كثيفة من جسر العادية باتجاه الأشرفية. حركة سير كثيفة من البربير باتجاه كورنيش المزرعة كمان مثل ما بين قدامنا، وعنا كمان حركة سير كثيفة من تقاطع قصقص باتجاه بشارة الخوري. عنا كمان حركة سير كثيفة ضمن بيروت جامع عبد الناصر كورنيش المزرعة. عنا حركة سير ناشطة من تقاطع الحكمة باتجاه برج الغزال مكمل على جسر برج الغزال باتجاه برج المر، حركة سير ناشطة كمان اليوم برج المر باتجاه الحمراء، حركة سير كتير منيحة. نعم. عندنا كمان حركة سير كثيفة على المدخل الشمالي من الدبية باتجاه قمت الياس وصولا لجل الديب. رجع عنا حركة سير ناشطة من جل الديب باتجاه نهر الموت. رجع بتكمل عنا حركة سير كثيفة من جسر الدورة بالاتجاهين باتجاه الكارنتينا، ترجع تصير حركة سير ناشطة من الكارنتينا باتجاه شهر الحلو وصولا للصيفة. عنا حركة سير كمان كثيفة اليوم على أنطلياس الساحة اللي نازل على الأوتوستراد، كذلك الأمر على الطريق البحرية عم تكون مثل ما مبين قدامنا حركة سير كثيفة. عنا بولفارد من الفيل حركة سير ناشطة على الإشارات كثيفة من الصالومة باتجاه الحي وصولا لجسر الوطن. هذا اليوم بالنسبة لحركة سير. بالنسبة للحوادث اللي سجلت عنا بال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 12 حادث للأسف. نعم. عنا قتيلين و 14 جريح. نعم. محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت كمان بال 24 ساعة الماضية سجل 1285 محضر سرعة. اوكي. نطلب من السائقين أكيد الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات، وضع حزام الأمان لسلامتهم وسلامة غيرهم، وعدم قطع الأوتوستراد يعني أكيد في جسر للمشاة يستعملوا أكيد. أوكي. للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك التويتر والأبليكيشن. يعطيك العافية جوزيف، نتمنى لك بداية أسبوع حلوة. نحن رح نتوقف مع فاصل جديد، نرجع من بعده الأخبار صباحاً.